مساء الخير، برنامج مرسول الخير رحب بكم في كل حلقة من حلقات برنامج الإنسان الاجتماعي لعودكم في كل مرة يكون باب للخير والصلح بين العائلات الجزائرية إن شاء الله. حلقة اليوم رح يكون فيها مرسول الخير الفنان والنجم وصاحب رائعة يا سمرة والعديد من الألبومات، نرحب بالسياسين تيجر. ضيف حلقة اليوم الفنان ياسين تيجر مع الشيخ المنور. رجعنا تيجر تاع الصح. هيا تبع بالاساس وعندها طفل ربى لها وليدها عايشه في العز والخير وخلصت عليه في دار العجزه. يا ياسين يا اخي نقول له ربي يهديك ورانا هنا اخويا ونقدر ندير الخير رانا هنا. نرحب بعبي منور في بلاطو برنامج مرسول الخير. عبي منور مرحبا بك على سلامتك. نعم الله تعبتوني يا ابني تعبتوني. احكي لي عبي منور. يا عبد الله الورشه طلقتي مرتك حابه تطلقك بداتي للمركز يعني طلقتني اديتك للمركز ضل عاجز وحابه تطلقك يا هي وبنها وليدك عم منور. لا بنها لا لا بحطها اختي معليش نروحوا نستضيفوا زوجة عمي منور في بلاطو. لا جات مرسول الخير جات عمي منور جات. دخلت سليمة وراه جا فؤاد وليدها. مرحبا بك مدام على سلامتك. ان شاء الله. نسقسيك سؤال وبك. نعم. عندك ما شتيش راجلك؟ أربع شهور. قريب أربع شهور. علاش؟ راه في المركز وخرف وما هوش شافي على حتى واحد. إيه؟ كان تعبان. مدام. ولا تحشم بيها وقيل. تفضل. نعم. بالك وليتي تحشمي بيها. الراجل ما فيش العيب مدام. على بالي وليدي ما فيش لعيب ولو كان ذوك الكاميرا مانيش حاب نقول كلام. لا معليش الراجل ما فيش لعيب. تايش على زعما كي مرض زعما عيب واحد يمرض الله يهبل له خرف ما ولاش يشفع على ومن بعد يا واحد كي تزوج بيك وكان يعطيك صور كان كنت تشفيتي هو يشفى بيان. لا لا الله ما عند رسول الله. نعم مساء الخير المنور. مساء الخير راك مليح. هيلي هيلي راني مليح انا راني ما كاش في الحاله هذه راني مليح يوي عندي راني مليح درتك الجره سليمه. لا درتك الباطنه سليمه. لا الواحد يا كنت بويك وكنت وخيك وانت سليمه يا كانوا خافتك ما ماشي راه ندير لك بنتك يقول لي رفتو ماشي انا يقول لي ربها ماشي انا يا رب يا راه سليمه روح عليك سليمه وكيلك ربي كيدك يبلك وكيلك ربي كيدك يبلك دير لي في البغزة إذا سليمة قدام الناس تتفرد نشكي بيك. استغفر الله أخاف من ربي أنا نحيت ولا أخاف من ربي أنا أخاف من ربي نشكي بيك سليمة. مدام مش معليش عمي منور معليش دوك نديك معايا أنا دوك نديك دوك يا وليدي ربي يحفظك دوك نديك معايا يا وليدي ربي يجازيك خاصك دراهم دوك نعطيهم وليدك راه ولا أنا راه هنا وليدها وقنعوه الجماعة أنه يدخل بشرط أنه ما نصوروش وما حاش نصوروا حنا إن شاء الله. واش راك؟ صافا لا باس بخير؟ لا لا باس راك هنا بين خاوتك وخياتك هكذا ربي يحفظك ورانا عائله خاوتي هما برك خيانا هما. نعم قلت لك خاوتي هما وخيانا هما انا خاطي ما دنيش رسالة. شكون هذا فؤاد؟ ياسين خويا من فضلك يرحم والديك وروح دوكا 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 يا خو سيدي اللي تبهدل في الحومه دوك اللي تبهدل قدام العباد قدامك تشوف واش ماش نصوروا ماش نصوروا يا بالي ماكش تصور يا خو بصح تقدر تعيش تما انسان مهبود لك تبهدل يخرج من الدار يا خويا ما تقدر تحوس عليه يطبطب عند الجيران هذا المشكل مرتو يا فؤاد وهذا السيد رباك. لا خو بصح انا ما نقدرش نعيش مع انسان مهبود. شوف جينا للخير جينا للصلح الفنان تاعنا ياسين راهو جاي فنان مولو انا نورمال ماني فنان مولو ترى لا معليش راهو انسان عادي جا راهو جاي شحال من كيلومترات غير على جال باش نكونوا سبه للخير يا فؤاد هكذا ان شاء الله يا رب. معليش مشكلتك مع الانسان هذا وشنو هي؟ ما تقوليش خرف وخرج على باليش مشكلتك معاه وشنو هي؟ يعيش معايا وخلاص المهم يكون دارو بصح يا فؤاد دارو كانت دارو وانت فرحان دار السيد ولا داركم نورمال صح يا اخو فهمت انا حياتي دوك جايب لي سيد خليه في حياتي ما فهمت انا ما نهدرش معاك كيما خاطرك نقدر نضربو دوك كلهم قدام الناس. لا لا شوف قسما بالله وشنو؟ جبتيني باش يقول لي سيد نضرب انا لك معليش شريك طونوبيل هذا السيد شريك طونوبيل يا خو تحاسب فيا ما نش نحسب فيك راني نعقل فيك يا فؤاد طونوبيل دوك نعطيها له يا اخو ما عندي فالك نعطيها له نعطيها طونوبيل نعطيها له طونوبيل انت يا انا يا وفد لا يا انت يا انا يا وفد يا على بالك
يولي الدارك على باك وين راه شو لا خلي حي يدك متديني لا دوك تيك على بالك بلا ما كتل هضر ليش الله يفتح عليك الله ما لي دقيقه معليش شوف دقيقه الله يفتح عليك دقيقه برك انا نشوف على وجه اللي يا دقيقه برك انا جاي اخويا معليش الله يخليك معليش دقيقه انا جاي الله يخليك دوك نحضروا معاه هذا واحد ريح الله محمد راس الله يرحمه قلت لينا الله محمد راس الله كنت جيت عارف يا ربي نقيتك هذا خايف منه الواحد نحي يدك روح خليك الله روح خليك الله يخليك روح خليك يا صاحبي ياسين دقيقة 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 ياسين الله يخليك خا جيبيني باه تقلقني لا 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 جيبيني باه تقلقني خليني نخرج معليش خليني نخرج خويا الله معليش اهدري معاك هاو ياسين التيك رجعنا تيقر تاع الصح يا جماعه يا ودي غير شدوا ياسين يا جماعه الخير غير شدوه ربي يحفظك هذا وليدي هذا وليدك واش كيما ربي يعطيك ما تسمى نفريوها بيناتهم ماشي يدخل كاع والله والله الله يخليك ياسين والله ما شو ما نكملوش اما اختي ريح يا الله الله يسرك يا المنور يا ابني يا ابني قول لي ظالمها نور بلي هذو الكرو 350 مليون تدبي تغفر لها 60 ياه وكاتب له على اسمه هذاك الكروسات اللي عينك تبعك باسمه ضرب يا ابني ربي يحفظك ورا عايط لا 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 بارك الله والله والله غرار الله يفتح عليك يا ياسين ها يا اخو اعطي الله يا ابني ما جات من الكروسه جات بالصوار ما صار من الكروسه دوك نروح في طاكسي والله يا ياسين والله قدرك عالي وعلى ما تسجل ماشي سجل يا ياسين خلاص ما مدالك ما عندوش دراهم نعطيو دراهم والله الحمد لله كثر خير والله انا ناكلو يا ياسين ورانا نتقطاو اعطيها له اخو تفضل امانتك معليش عنده طوموبيل تخو يقدر على كروسه ثاني طلاب كيما 360 معليش عمي منور 360 هذيك تاع الالمان تجي معايا ما يضربكش ما يضربكش يا عمي منور واحد ما يضربك ما يضربكش هذا اليوم يضرب هذا يضرب هذا يضرب يا ابني انا نقول لك والله لا يضرب يا شوف فاطمه راني ديرني بويك المنور ارقد راح يرجع للماضي نتاعو يا ياسين المراه تاعك عمي منور قدامك خداوج لا لا سليمة المنور سليمة سليمة عمي منور يا بتخو يا خداوج الله يرحمها قيل مرته الأولى مرته خداوج مرته الأولى واش راك بالحر راك بخيرة جاتي روح أنا وش أنا ولا وخداوج جاتي روح سيدي هجرس نزورو وين نروح سيدي هجرس يزور وين جاي هذي وين جاي يا مدام هذي سيدي عيل الحجل حجيلة نكثروا على الصيف ترى الصيف عمي منور الضيف تاعنا ياسين جا من الصيف روح للصيف وسط سيدي الخير ايه غنديوك الصيف غنديوك سيد خير ايه وصدقت عليه تم ولي صالح دوك نديك عمي منور دوك نديك ايش عندي ان شاء الله نروح نزور نديرو شي نديرو شلال هاك نروح يروح لداره احنا عندنا واسمو ولا عندنا قيطون احنا عندنا ديار راك في البرنامج يا عمي منور ورانا سامعين حكايتك باش نردوك لدارك ماشي فاش هم اللي قاعدت قدام وصايصي قول لها تبعثوك يولي مرمى كما فيها هذاك تاع سيد الخير ديرنا البربوشه قول له كيروحوا سيد الخير راه كاين كل شيء بربوشه بربوشه هذيك البربوشه في الصيف كاين البيض كاين الفواره لا البيض مليح والله عمي منور جماعه راهم يقولوا لي جماعه يقولوا لي الطفل والله غير عقله غير ديه خاطر شكون انا نكسر له ظهره والله غير خاف يدخل البلاطو يطلب السمح مني يا خويا جيب مرحبا جيبه زيد قاعد قدام هنا هاني لا يا ياسين والله ما انا حابين هذا جيبه خويا معليش جماعه جيبه حق ربي غير نكسر له ظهره والله راهم يقولوا جماعه والله غير ندم واش نجيبو يا ياسين نجيبو فؤاد ودور يا خاطر ودي الامور هي دونجي بيه بالحرش واش بيه خلاص يدخل يطلب بالحرش صبر صبر جينا سعوا الخير يا ياسين الله يخليك على بالي بلي قلقناك معانا عيب الله عليك الله على بالي معليش بالك شي واحد تهضر معاه وتقنعوا حكاو معاه يا مدام خلاص والله ما كان جيب لي روحك الحكايه هو حاجه ما راح تخصه والله ما كان هكا جماعه سيدي خمي غدوه عند ربي كفاه راه تخلصيها جماعه عيشي دوك حياتك نورمال عيشي بالدراهم ما والو يطلب بسمه ودوك سموتيك تلقاه كلش فوق ان شاء الله ياسين الله يخليك احكي معاه و ما بنحكي او طلب حيطلب سمح ولا نحكي معاه هذاك لا خلاص او ندم وحيب يطلب سمح ما ياكيش معايا علاه وليدي يطلب منه سمح انا ما نعرفوش يطلب منا سمح انا ما يهدرش معايا برك جمعه خليه يدخل يطلب سمح و
فؤاد أو قدامك باباك، أنا نقول لك باباك اللي رباك يا فؤاد هكذا. والله مازالك صغير وما تعرفش الدنيا واش مخبيت لك. صح الله يخليك، اطلب سماح من الضيف اللي جا. واه طمني سماح مولا، انا ما نعرفهم يعرفوا. معليش معليش، ممكن غلط في حقك وقلقناك ولا غلط في حقك. مش غلط في حقي، غلط في حق في حق الشيخ. معليش صاحبي، سماح خويا ردي سماح من عند هذاك برك. راه طلب مني سماح فؤاد. ياسين نقول لك حاجه، يوم هذه غير كاميرا كاشي الورد للموسم الثاني. مالك خدوني الروح، قولوا له شكون هذا ياسين. هاك بلي والله ما عرفته صح، قاسم من بالله. بون شرا نقول لكم هذه انا بور مو ما نعتبرهاش كاميرا كاشي، باسكو هادي جا عندها سيجي كبير ومعنى كبير. وجدو حسن والله ما عرفتو يعطيه الصحة، يدير كاميرا كاشي او مامطو فيها ميساج للناس. هادي والله والله فيها كيما كنا نقولو قبيل، كيما سمحي لي سمحي لي على كل حال، والله ما كيما كنا نقولو قبيل كانت تمثل فيها. كنا نهضرو قلنا مازال كاين بنات فاميلي الله يبارك، مازال كاين رجال. نموت عليكم السلام. عايش.